الدور تاع عبلة في هذا الموسم الثالث من 10 ل10 هو دور مركب سي ان رول دو كومبوزيسيون. نشوفوا عبلة بعد لو مارياج تاعها مع جواد عندها اون في ستابل، ومن بعد وفاة لقمان لي طاب سيشيك تاعها يتبدل ودير اون ديبرسيون، وان شاء الله نخلو لا سويت بوتيتغ لا كاتريام سيزون بوركوا با. J'ai passé des moments inoubliables في التورناج. كل يوم كان عنده كما احنا نقولوا حلاوته، وعنده يعني شاك جور ايتي بور موا سبيسيال. بصح لو ميور سوفونير تاعي سيتي لو كوبي رولي تاع حكيم زلوم، سا ما فريمون توشي، بكيت بزاف في الكوبي رولي تاعي، ما بكيتش جو سي با بوركوا، مي في الكوبي رولي تاع حكيم بكيت بزاف. Le mauvais souvenir تاعي pendant le tournage c'était le décès تاع ma copine et ma sœur Rim Ghazali الله يرحمها ويسع عليها. هذاك لو جور j'étais en tournage في la forêt و quand j'ai reçu la nouvelle j'étais choquée, bouleversée. ما قدرتش نكمل la séquence malheureusement و حتى fin de journée كملتها pour elle. Voilà, ان شاء الله راهي في الجنة يا ربي. Non, du tout. Peut-être, je dirais, Borwa Grouabi. Non. Les acteurs Kamel Haïlin, Makash Lil Abbas Tara El Akhoua. Anna, pour moi, il n'y a pas. كاين بزاف لي كوميديان اللي كنت خدمت معاهم من قبل. كاين جواد اللي تعرفت عليه هذا العام، سيتي سا بروميير اكسبيريونس، فوالا نتمنى له النجاح. باغ كونتخ في ليكيب كوستوم vraiment j'ai rencontré des jeunes là Hibarek Talon Riyad Ishaq Zaki franchement bravo et bonne continuation. La séquence اللي ضحكتني بزاف سيتي لا سيكونس تاع عبله كي دير لا ديبرسيون، تدخل للديوان عند باباها وتقول له بلي ديرني جينيرال ماجور، و سيتي لا بروميير سيكونس تاعي اللي خدمتها في هذاك لو مود، دونك فريمون في الديبو ضحكتني بزاف، جاني لو فو غير. اصعب مشهد هو لامور دو جواد، سيتي تري ديفيسيل بو موا باسكو سيتي ان بلون سيكونس. دايوغ نجي منا خارجه من الدروج، ومن بعد جو ديكوفر جواد يعني لو كور دو جواد باغ تيغ، ولازم تما تطلع ليموسيون و il faut verser les larmes en même temps. C'était très dur, voilà, pour moi. La séquence, peut-être, je dirais, la séquence مع مقرانوس. نهار نزدم عليهم ويجي الفيزير يديني. J'aurais souhaité aimer لو كان زدت plus de jeu معاه. Voilà.